تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييكم تحية الإسلام. اليوم نحن حنكونوا في متابعة جديدة من متابعات قناة ليبيا الحدث، حنشوفوا حقل أو ميناء الحريقة كيف يشتغل، بما أن في باخرة ثانية وصلت داخل الميناء، حنشوفوا هالباخرة هذه يصير العمل داخل ميناء الحريقة النفطي من داخل مدينة طبرق. مشاهدينا الكرام، دخلنا الحقل او ميناء الحريقة النفطي داخل مدينة طبرق، ومن خلفي الباخرة اللي حنتوجهوا لها ونشوفوا كيفية سير العمل من داخل الميناء ونتابعوا مع بعضنا من خلال المتابعة. ما تمشوش بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الناجح الجارح، تابع لشركة الخليج العربي للنفط، قسم الرسو والشحن، الصفة مشرف الشحن برصيف مرسل حريقة طبرق تابع لشركة خليج. الآن في صدد الحمد لله رب العالمين استقبال الناقلة الثانية بعد انفراج أزمة الحقول المواني النفطية. الحمد لله رب العالمين، نكرر شكر لكافة الفريق العامل معنا من كافة الإدارات، صيانة وأمن صناعي، كما لا أنسى أن أشكر قناة الحدث على مواكبتها ولها التطور العظيم. في النهاية نشكركم كلكم والحمد لله رب العالمين، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الله يسلمك باش مهندس، أنت تكلمت بروحك وختمت اللقاء بروحك، أصبر شوية، مازال في أسئلة في كذا، بديت بروحك إن شاء الله ربي يعطيك الصحة أنت والشباب اللي معك. الله يسلمك. يعني تبدأ بروحك وتختم بروحك، هذه ما تجيش ما فهمتنيش. لا مازال في أسئلة، مازال نبي نسألك. تفضل. حي الله رجال شركة الخليج العربي داخل مرسى الحريقة طبرق، ونشدوا على يديكم. بداية يعني نبغى نخشوا في التفاصيل الفنية وسير العمل وأمور يعني نفهموها نحن ويفهم المشاهد الكريم عن على المرسى وكيفية العمل حاليا. قلت لي بداية توا حاليا الباخرة هذه ثاني باخرة توصل المرسى الحريقة. نعم. شن اسم الباخرة ومنين جاية أولا؟ الباخرة آخر ميناء جاية من هولندا، من روتردام، والناقلة اسمها مارلين شوكوكو. الحمولة متاحة إن شاء الله اللي سير عليها الأجريمنت هي حوالي 1,050,000 برميل. إن شاء الله. إن شاء الله نحن في صدد بداية الشحن، إن شاء الله نتوقع أن الشحن يكون بعد ساعتين من الآن. إن شاء الله. حتاخذ حوالي 24 ساعة. 24 ساعة شحن عدد كمية المليون وخمسين ألف برميل. الوقت المستغرق حيكون حوالي 24 ساعة. طبعا نحن نستقبله في الزيت من حقول السرير ومسلة. تمام، هذه عملية فنية نحن نبغى نفهموها. تمام. نحن الزيت اللي نستخدمه فيه من حقول السرير ومسلة. الزيت اللي الآن يتم تصديره هو كمية من الزيت كانت مخزنة داخل التانك فارم عندنا في الخزانات من مدة، والآن حيكون في فراغ في الخزانات على أساس أن شاء الله وبإذن الله يتم تشغيل حقول السرير ومثله ويبدأ في الإنتاج، ومن ثم إرسال الإنتاجية متاحن إلى مرسى الحريقة طبرق وبالتصدير. نحن نصدر في حوالي 7 مليون، من 7 مليون ل 8 مليون برميل في الشهر من 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 مرسى الحريقة. تمام. كل أطقم العمل في 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 قسم العمليات أو المشرفين على عملية الإنتاج والتصدير في المواني جلهم، خلينا نقول لك 100% منهم العمالة الليبية، شباب وطنيين ليبيين. الميناء اللي نحن قاعدين فيه يعتبر من أفضل المواني في العالم، حبا الله سبحانه وتعالى بموقع جغرافي كويس. نحن تابعنا عليه من مدة فاتت، درنا عليه تقرير ونزل في إحدى نشراتنا في قناة تيفي الحدث، أن الميناء هذا يعني تم افتتاحه في 67 الملك إدريس الراحل رحمة الله عليه، ولا لا؟ الله يرحمه ويسامحه. نعم، وكانت أول ناقلة اسمها ميري كوين، أعتقد أنها إنجليزية. نحن نستقبل في نواقل من جميع أنحاء العالم، لما يجوا يشوفوا الأرصفة عندنا هنا فيستغربوا لما تقول له أن مثلا الميناء هذا من 67،
الدين. فهو يشوف يقول يعني ممكن له 5 سنوات تم إنشاءها، دليل على أن الناس اللي تشتغل أنا محافظين عليه، يدل عليه على الموقع الجغرافي، وأنه هو يعني ضد حتى التغيرات المناخية حسب المعلومات الواردة عندي، ولا لا؟ نعم يعني تعتبر النواقل لما تلجأ التراكة في 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 مرسى الحريقة يعتبر من أفضل الأماكن يعني من ناحية الجو والطقس، ويعتبر مكان زي الحوض يعني بالنسبة لهم يكونوا فيه متريحين. طبعا مشاهدي الكرام، وصلنا للمكان ونشوف عملية تعقيم لأحد الشباب. معلش ممكن تعرفنا شو اللي تدير فيه هذا؟ هذا كحول وكلوركس وأيودين، نضخه في الأصلح اللي تعامل معهم جماعة شركة الخليج. تمام، يعني الجماعة اللي جايين من برا أنتم يعني عملية تعقيم وعملية احترازية أثناء العمل. أوكي، يعطيك الصحة إن شاء الله. سلمك، شكرا، بارك الله فيك. الله يسلمك. قسم الميكانيكا وقسم الصيانة داخل مرسى الحريقة، شباب مدينة طبرق قايمين بعمل، وحاليا نشوفوا فيك استاذي، فيش تدير انت حاليا؟ نقوم بعملية تعديل حركة اذرع الشاحن، فيه مشكلة تو عندنا في حركة اللفت والرايت عن طريق السولونويد، هذا يتم عملية ايش؟ زيادة الضغط البرشر، والله زيادة الفلو اللي عاد يصير يعني عندي بقى يعني عكب الذراع ماشي يتحرك، حيصير ايش عن طريق الريموت، بعد ما يصير عندك مشكله في الريموت تجي للسولونويد انا وتبي تعدل عندك البرشر بتاعك، تزيد البرشر تنقص البرشر بحيث انه يعطيك حركه سليمه للذراع. يعطيك الصحه، والله يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. طبعا المشغلين الان بصدد تركيب الخراطيم، خراطيم الشاحن. الان نحن في التركيب امتحن للتجهيز لعمليه الشاحن للناقله، نظرا لان العمل كان متوقف، فمعانا حضور مجموعه من مجموعه الصيانه الباشمهندس صالح دشيشه ومجموعه من الميكانيكا والالات الدقيقه، على اساس ان اذا كان في اي مشكله قد تواجهنا في اثناء عمليه التركيب يكونوا هم حاضرين. والشباب قايمين بالواجب، عم تشوفوا فيهم على ظهر الناقلة، وإن شاء الله ربي يكلل عملهم بالنجاح بإذن الله. نحن في الميناء في الرصيف رقم 1 نستخدمه في خطين، ثلاثة قال لا نستخدمه في خطين سبلاي يعني المزودات للميناء خطين، اللي جايات من حقل من خزان حقل السرير اللي قلت لي هن يجن الخزانات اللي فوق تشوف فيهن غادي. تمام، نحن الميناء هذه حباها الله على اساس ان التدفق من الخزانات اللي فوق كلها باي جرافيتي، يعني ما نستخدموش في بامبس، ما نستخدموش في شيء، فتعتبر ميزه المرسى الحريقه. الخراطيم اللي تشوف فيهن يكون في تنسيق بيننا وبين الناقلة على إن الكمية اللي ممكن تستقبلها الناقلة كم، يعني تحدد الناقلة. تو الناقلة هذه على سبيل المثال هي قالت أنا نبي حوالي 100,000 برميل، 100,000 برميل في الساعة، في الساعة هي تبي، ونحن الأربع خراطيم يعني ممكن الواحد منهم يصل لعند 30,000 برميل، يعني لما نشغل 30,000 برميل ممكن تعالجي شوية يا عبد السلام، ممكن نصل لعند نحن تو اتفقت مع الناقلة على يعني في اتفاق ما بيننا وبين الناقلة، الناقلة تطلب اللي هي تطلبها، مثلا هي طالبة ريت 105,000، أنا نقدر نعطيه باهي، ما نقدرش نعطيه نعطيهم اللي في استطاعتنا. ونحن عادة الريت اللي نشتغلوا به في مرسى الحريقة اللي هو 9,000 كيوبك متر، حوالي 54,000 برميل في الساعة. فالكمية اللي طلبتها الناقلة حوالي 1,050,000 برميل، لما أنت تشوف في كل ساعة حوالي 55,000 برميل مع التوقفات المتوقعة اللي ممكن تصير في أثناء العملية، حيكون الزمن المستغرق ما بين 22 ساعة إلى 23 ساعة من عملية الشحن. الآن المشغلين والفنيين قايمين بالواجب بحضور مجموعة من الصيانة الآلات الدقيقة والميكانيكا، وقاعدين مباشرين في عملية التركيب. مباشرين في عملية التركيب، بس حاليا نحن نتابع في عملية التركيب فقط. مازال الضخ، مازال الشحن، نحن مش الضخ، الشحن. ايوه عملية شحن الخام بعد تركيب الخراطيم
بعد تركيب الخراطيم التنسيق مع الناقلة على 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 الوقت اللي يتم فيه يكونوا هم جاهزين لاستقبال الخام. كذلك نحن منطقة الخزانات ومنطقة غرفة التحكم خزانات عدد 8 خزانات 8 صهاريج استقبال النفط اللي جاي من حقل السرير ومسلة. نعم أيوة تمام. غرفة المراقبة عندنا تنسيق معها. نحن هنا في الرصيف هم حلقة الوصل ما بين الناقلة وما بين غرفة التحكم والمراقبة في شركة الخليج على أساس أن الكمية. يعطيك الصحة. اسم نوري بن غزي، التابع لشركة خليج العربي النفط، موقع مرسى الحريقة طبرق. أهلا وسهلا بك باشمهندس، نحيوكم على مجهودكم وعملكم وكل رجال شركة خليج العربي لتصفيق النفط وبالأخص الشباب العاملين داخل مرسى الحريقة بمدينة طبرق. سير العمل باشمهندس وكيفية العمل، طبعا نحن نتابع في الباخرة الثانية اللي ترسى في مرسى الحريقة. خذينا بعض التفاصيل، تكلمنا مع عدة أشخاص زملائك داخل المرسى، وش نضيف لنا من معلومات. طبعا كيف ما نعرفوا أن النفط الخام يجي من حقل السرير، لو في إضافة مثلا فنية ضيفة لنا كواليس العمل سير العمل. بالنسبة كما متعارف علينا حقل السرير هو حقل المسلة ينجى في النفط الخام، ويتم ضخ من حقلية السرير ومسلة تبع شركة الخليج، ويتجه مسافة 514 كيلومتر يقطع فيه النفط الخام عبر الصحراء ليصل إلى مدينة طبرق مرسى الحريقة. ويتخزن غادي في الخزانات الفوق الموجودة فوق طبعا من ايام البيبي هذه. وللعلم طبعا اول ناقل طلعت من طبرق هنا في شهر 1 في عام 67. وكانوا العمله جل العمله هنا ليبيين ما شاء الله. جل العمله ليبيين. ونريد ننوه ان في عام 70 71 لما صار تاميم النفط الشركه كانت قبل هي شركه الخليج كانت شركه البيبي، راهنوا على ان العمل ما يصيرش، ولكن الحمد لله بفضل الصواعد والناس اللي لقيناهم قابلنا منهم اللي تقاعد منهم انتقل رحمة الله تولى العمل، وكان يرون على تكون أنا أطول شمعة في التاريخ اللي هن 514 كيلومتر. ولله الحمد بفضل الليبيين مثابرتهم وسوادهم وعزيمتهم ما صارش أي مشاكل الحمد لله. يعني ما شاء الله ما فيش أي صعوبات واجهتكم من خلال عملكم داخل المرسى؟ ما فيش أي معوقات، ما فيش أي عراقيل تواجهكم في العمل؟ لا لو حقيقة لأجل العمل عمل جماعي، عمل جماعي بين العمليات وبين الصيانة وأقسام الصيانة، لا ننسى أقسام الصيانة. وبالمناسبة المنصة البحرية اللي خلفي هذه من عام 80 81، لولا الصيانة ومتابعة دورية والدقة لكانت متهية من زمان. تمام. للعلم هذا يعني تو مقارب نهزت عن 40 سنة. الشباب اللي وين ما شفنا عمليه تركيب التركيب هذه والاذرع الشحن هذه فوق هذين اذرع الشحن هذه المقاربه تو دخلت على 40 سنة. شوف معدات ويشتغلن بكفاءه جيده جدا حتى ايام الحصار لما وقفوا علينا بعض القطع الغيار. الحمد لله يعني ابداع العناصر الوطنيه موجود الحمد لله. يعني نقطه مهمه نوه عليها الباشمهندس نوري، ان يعني هالشباب وحده الصيانه او ورشه الصيانه داخل مرسى الحريقه من العناصر الوطنيه والكفاءه الليبيه في شركه خليج العربي داخل حقل الحريقه مدينه طبرق، قايمين بجهد جبار من حيث المتابعه للمواكين والمعدات اللي تشغل في عمليه ضخ النفط الخام للبواخر اللي تجي ترسى في مرسى الحريقة. عندك إضافة ثانية مثلا نضيفها لنا باشمهندس؟ والله نوجه حقيقة يعني لإدارة الخليج اللي عهدنا من قبل دائما مع المستخدم قلبا وقالبا، ويعني شو بنقول لك يعني التحية للناس اللي سبقونا في الرئيس السابق في هذا المجال. يعني الكلام اللي نحكي لك عليه من 37 48 سنة فاتي صراحة يعني لولا الأشخاص هذوم والتفانين في العمل ما كانش العمل ماشي بالشكل هذا. يعني نحن استلمنا منهم وتعلمنا منهم على طرق أسس سليمة، فنحن متابعين الحمد لله وبعدين نسلموا الأجيال اللي بعدنا.
يعطيكم الصحة وفي ميزان حسناتكم. سؤال قد يصل للمشاهد الكريم ويكون في ذهنه، الباخرة الثانية هذه اللي رصدت سير العمل، يعني حيكون في جدول معين ماشيين به داخل الحقل؟ مثلا اليوم الباخرة هذه على مدى 24 ساعة بعد ما يتم عملية الضبط أو ملء النفط، الباخرة حتطلع طبعا هي جاية من هولندا وحترد لهولندا، في جدول ماشيين به مثلا تستقبلوا في معلومات مثلا البواخر اللي بتجيكم، يعني الباخرة اللي بعد هذه عندك عليها معلومة أمتى جاية وسير العمل؟ عادة الباخرة نستقبله في البرقية تجي من المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الوطنية تجيك تصل برقية هنا ومرة تصل برقية ناقلتين في نفس الوقت على حسب الطلب. في بعض النواقل اللي تجي يقول لك مثلا تنتظر برا في الخارج مسافه 4 اما تخش على الانكر بسبب انه مثلا تكون في باخره في اولويه وفي بعض وناقل اخرى جيت تدخل على الرصيف على طول على الميناء. تمام هذه العلمية تمام. به لو سالتك مثلا عاده يعني في الاسبوع مثلا يستقبل الميناء كم باخره مثلا لو في الاسبوع نقوله؟ اول عاده قبل التوقيف هذا في نحن نتذكر في عام 2018 شهر اكتوبر شهر 10 11 ناقله اسبوعيا اسبوعيا شهريا 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 يعني لو قسمناه في على اربع اسابيع يعني في الاسبوع مرات كل اسبوع ناقله ومرات كل اسبوع زي ما صار هذه اشوف هذه طلعت قبل امس ادخلتها وما زلنا ننتظر في برقيه اكيد في برقيه جايه لجنه عندنا الكميه المخزنه 3,500,000 مش المليون فضلات 2 مليون تمشي مليون مكتوى عندنا مليون ونص ما شاء الله العمل يعني 100% وان شاء الله الامور طيبه الحمد لله الحمد لله تمام. الحمد تمام. لله ونحن طبعا المجهودات لولا المجهود ومرات يصير في ظروف البرد والرياح والظروف المناخيه سيئه ولكن مع هذا كله نحن ماشيين ما شاء الله يعطيكم الصحه ونشدوا على ايديكم. شكرا باشمهندس. شكرا وانست وشرفتوا. شكرا مفتاح ان شاء الله نبدا بحوالي 16,000 برميل تمام 2000 كيوبك ان شاء الله. هذا القليب حميد ايوه هذا أبحث زين موتر تانكر مارلين شكوكو جيتي وان جيتي وان مارلين شكوكو gradually I'm starting loading with initial rate of 2000 cubic please when is my cargo passing your manifold let me know بسم الله الرحمن الرحيم كابتن ماهر سليمان صداقة طبعا نحن المرشدين بالميناء مرسى الحريقة مهمتنا إرساء النواقل النفطية هذه طبعا الناقلة اللي تشوف فيها هذه دخلت اليوم هي حتشحن كمية مليون برميل وحوالي تاخذ حوالي 22 ساعة وبكرة إن شاء الله يتم خروجها. نحن طريقة العمل بتاعنا لما يجينا أمر الشحن طبعا نجهز الناقلة ويتم الصعود على الناقلة ونستلم الناقلة ويتم بمساعدة القاطرات البحرية ويتم إرساء الناقلة. شكرا مشاهدينا الكرام بك نكون وصلت بكم ختام المتابعة واللي كانت من داخل ميناء أو مرسى الحريقة من داخل مدينة طبرق. شفنا سير العمل وكيفية المراحل اللي تقوم بها عملية التصدير وأجرينا بعض اللقاءات وحاولنا نحن نقرب الصورة للمشاهد الكريم. حملت بأمانة حقيقة وأنا خاش من البوابة حرس المنشآت النفطية، حرس المنشآت النفطية اللي يناشد الجهات المختصة ذات العلاقة بأنهم هم يا ريت يسلكوهم في مرتباتهم، لهم 8 شهور وتسعة شهور ناس ليبيين، يعني هذه رسالة حملت بأمانة بيني وبين ربي إني أنا قبل ما نخش دولي على هالمشكلة هذه وقال لي يا ريت بس توصل صوتنا، حاولت إني أنا نوصلها لكم في نهاية هذه الحلقة. بهيك يكون وصلت بكم ختام الحلقة وعلى أمل نلتقي بكم في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا عبد الباسط فيتوري دمتم في رعاية الله وحفظه.